على بركة الله نفتح الجلسة ملف رقم 14 18 يناير 2013. المثل في قفص الاتهام هذا اليوم هو المدعو والمسمى محمد دعيد بصفته رئيسا للفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين. سيد دعاء شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء بلغة قفص الاتهام. ألين شكرا لكم على هذا الاتهام. والله صاوب المختار الغزيبي مرحبا بك بالنيابه العامه. مرحبا سي القاضي. نفكروا السيد عيدعه اول مره كيجي عندنا نقولوا ليه ثلاثه ديال اللاءات للناس كلهم اللي كيجيو عندنا كنديروا العدل والعداله في هذا القفص. اولا لا لرفض الجواب، ثانيا لا لطلب الشهود او الدفاع، وثالثا لا للغه الخشب. متفق معنا؟ طبيعة الحال نتفق معكم، لاش حاضر هنا. أقسم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق. دائما كنت أقول الحق وسأقول الحق. إيوا نفتحوا المحضر ونبداو بالتحقق من الهوية. محمد دعيد بن حسن. وبن شكون عاوتاني؟ فضيلة. بن فضيلة، شحال في عمرك؟ 53 سنة. 53 سنة، فين زدتي؟ مراكش. وفين ساكن؟ دابا حاليا ساكن في الدار البيضاء في حي الوزيز في ديك الفيلا اللي عطوني. انا جاي باش عجبتيني لحقتي الكره بيلانتي، عطيتيني بيلانتي. انا جايك ما تضربش على عمرك السعيد. الحاله العائليه؟ متزوج ولي طفل واحد. وطفل واحد. واذا بغينا نسولك على المهنه؟ المهنه موظف بوزاره الماليه حاليا في ولايه انتدابيه بمجلس المستشارين. عندك شي سوابق؟ لا ابدا. يعني ما عندكش لوسخ؟ لا الحاشا. عمرك تشديتي؟ ما عمرني تشديت وما عمرني غنتشد. زوينه ما عمرك تشد. والله اعلم. والله اعلم ولكن لحد الساعه ما باين شيء. واخا ذكرتي انك موظف في وزاره الماليه، كاين واحد المساله كيقولوها بزاف على الناس الماليه، زعما عندكم الفلوس بزاف لي بريم تبارك الله وخمسه وخميس داك الشيء، زعما ما كاينش اللي كيقدر يقرب لكم. ايوا على اين هذه دعايات، واحيانا ما كيعرفش بالمزود غير اللي مخبوط به. موظفين الماليه بحالهم بحال باقي موظفين، بين مزدوجتين كاين الامتياز نتاع لا بريم، تيختلف من كل على حسب الدرجات من موظف لموظف. كاين اللي تيقبطوا البريم وكاين المسكين اللي محسوب عليه لابريم، فلذلك ماشي كلهم موظفين الماليه عندهم الفلوس. حيت سمعنا وقرينا على واحد القضيه ديال شي بريمات اللي كانوا يستفدوا منها بعض المسؤولين واللي بسببها كيتحاكم واحد الاطار ديال وزاره الماليه، اش رايك في القضيه السيد عيدعه؟ للاسف قال لك تطيح السمعه تيعلقوا الحجام. اللي خصو يتحاكم خصو يتحاكم داك اللي عطى لي بريم واللي كيعطي لي بريم، ماشي الموظف. الموظف اليوم باري الموظف تلفقت لي بانه سرب شي وثيقه. اييه. هذه الوثيقه هي اللي نشرتها احدى الجرائد. تدار واحد البحث. هذا البحث ادى بانه هذا الموظف اليوم يتحاكم. في الوقت اللي حنا تناكدوا وتنطالبوا بانه اللي خص يتحاكم هو السيد الخزين العام للمملكه اللي كيستافد ماشي غير من هذوك البريمات، من البريمات كثيره. ولكن في اطار القانون. لا فماشي غاريش القانون، لان لي بريم في وزاره الماليه مقننين، وكاينين ثلاثه الانواع نتاع لي بريم. لا بريم دو فونكسيون بمعنى انه مرتبط بالوظيفه، لا بريم دو باز اللي تيستافدوا منها جميع الموظفين، وكاين بعض المديريات اللي دايره واحد لا بريم اكسيبسيونيل، وهذا الشيء مقنن بمقتضيات قانونيه وبقرار لوزير الماليه ومتفق فيما يخص لي باريم ديالهم بين الشركاء الاجتماعيين والوزاره. لا بريم اللي خرجات واللي طلعنا عليها لا علاقه لها بهذا الاطار، هي خارج هذا الاطار. دايره العاقه في وزاره الماليه وعند البعض ماشي كل شيء. والوزاره على ما صرحوا به النيابه العامه هو انه تنازلوا على التعويضات ديالهم. طبيعه الحال الوزيرين الحاليين لحد الساعه ما بينش بينهم تياخذوا لي بريم، كيف انه سي فتح الله والعلو ايضا ما عمرو كان خذا لا بريم، لان هذه حقائق خاصها تبدا تقال. وشنو حكايه التسريب الوثائق اللي دايره عندكم في الماليه بزاف؟ ايوا هادشي نتاع التسريب اللي تيتقال لحد الساعه ما تبت حتى حاجه. شكون اللي تيسرب؟ علاش نتوما بالضبط؟ نعم علاش نتوما بالضبط؟ ايوا وزاره حساسه بزاف. كتوليو تخرجوا في ورقه؟ لا ما كنخرجوش حنا في ورقه، كاينين اللي كيخرجوا ورقها، شي وحدين اخرين اللي باغيين الخدمه في هذه الوزاره.
هاي 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 نرجعوا واخر بلاتي شكون اللي باغي الخدمه في الوزاره؟ حيت راه وليتوا كتلفونا دابا كدو مع بعضياتكم نتوما فاهمين بعضياتكم وحنا كضربنا هذيك تلافه. ايه هادشي اللي بان لي السيد عيد. شكون اللي باغي الخدمه في وزاره الماليه وشكون اللي ما قادرش ينبش في وزاره الماليه؟ لا النبش كاين وزاره الماليه بحالها بحال باقي الوزارات تتخضع للافتحاص. المجلس الاعلى للحسابات راه كاين في وزاره الماليه راه دار الافتحاص لمديريه الشؤون الاداريه والعامه وكاين الافتحاص دابا لمديريه الضرائب وغيمشي لواحد العدد نتاع المديريات الاخرين. بالتالي وزاره الماليه بحالها بحال باقي الوزارات الاخرين وتتخضع لنفس الضوابط. اللي باغي الخدمه في وزاره الماليه كاينين شي وحدين من داخلها نجتهدوا شويه. ايوا لا بغيتوا من داخلها غيكونوا وزاره زعما؟ لا لا ماشي الوزاره. اطور كبيره زعما نقابات؟ لا نقابات بعيده كل البعد على هذا الشيء. نقابه تتعامل بشكل مسؤول وملي تتكون شي حاجه كتخرجها في بلاغاتها وفي بياناتها وكتعبر عليها. قلنا لها للغه الخشبه السيد عيد عاود اللي رفض الجواب. قولي لنا شكون اللي باغي الخدمه في وزاره الماليه؟ عفاريت ديال الماليه. انا تماسيح العفاريت نتاع الماليه. كاين بعض الخطرات بعض الصراعات اللي تتكون حول اما مواقع مناصب واللي باغي الخدمه في شي صاحبو تيخرجها. هذا هو هادشي صعيب هادشي. واخا سيد عيدا ايوا كيفاش قضيه الفيلا؟ ايوا الفيلا قال لك حبه وداروا منها قبه. وفيلا هذه قال لك حبه؟ لا لا حبه وداروا منها قبه. الفيلا عادي مساله. عاود لينا ليستوار ديالها. غنعاود لك ليستوار ديالها من البدايه حتى النهايه. مزيان. وبشكل كي قلنا واضح ما فيه لا لف ولا ضروان ما كاين ما يتخبى. مزيان اسيدي. هاد الفيلا حكايتها انه استبدال واحد سكن اداري بسكن اداري اخر. ايه انا كنت ساكن في واحد السكن اداري. هاد السكن بناء على واحد التقرير نتاع المختبر العمومي العماره اللي كاينه فيه في يوم من الايام تيمكنت تريب ودعيد عام شافيها. ايوا علينا الله يحفظ. تقدمت بطلب للسيد وزير الماليه الاسبق السي فتح الله والعلو. شرحت ليه هذه الحيتيات كان مرفق ايضا بتقرير نتاع المختبر وطلبت منه باش نستبدلها بواحد المكان اخر اللي الدوله كانت صادرته في اطار مصادره نتاع واحد المجموعه نتاع الممتلكات نتاع واحد المتاجر في المخدرات. في 1996. هادشي في 96؟ في 96 كانت المصادره الحمله التطهيريه. كانت المصادره فعلا تنقلت الملكيه لفائده الدوله. أيه؟ في 1999 بحكم قضائي اللي صادر عن المجلس الاعلى للقضاء. الا بغيتي نعطيك حتى الرقم ديالو نعطيه لك اللي بغيت. 1284 على 1 بتاريخ 28 ابريل 1999. هذا حكم قضائي نهائي بمعنى صادر عن المجلس ولا ديال الدوله بمعنى انه ولات في ملكيه الدوله. ملي تقدمت بالطلب استجاب لي السي فتح الله العلو في اطار ان استبدل السكن السابق بهذا السكن الجديد كسكن اداري. وعلى سبيل ديك الفيلا وعلى سبيل الايجار. وعلى سبيل الايجار طبيعة الحال انا موظف نتاع مديريه املاك الدوله في املاك الدوله لانه هذا الشيء وقع في الدار البيضاء. انا اشتغل في الدار البيضاء عارف بانه هذا الفيلا ايجار. شحال ايجار؟ الايجار هو في هذه الحالات تتحددوا واحد اللجنه هو نسبه نتاع 15% من الاجر نتاع الموظف. اللي هي شحال؟ احسب دابا ما تقولناش شحال كنت كتخلص في الكراسه. نعم ما غيبغيش يقول لك كتخلص في الكراسه. لا لا ماشي غنقول لك انا تنعطي دابا تقريبا 2500 درهم. 2500 درهم في فيلا تبارك الله يلعبوا فيها الخيل. وصعيب هذا الشيء السيد عيدا. لا واه لا واه لا واه لا واه ما تلعب فيها لا خيل لا لا واه ثاني باش في هذا عيدا. لا 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 كيلعبوا فيها الدراري الاخرين. لا واه بزاف زعما ولا قليل ولا شنو؟ فاش؟ هذه الفيلا هذه 2500 درهم. هذا ايجار اللي كاين تاع اللي دايره ماشي عيدا اللي تحدوا كتحدوا الجنه تبقى المقتضيات قانونيه. كاينين فيلات اللي كثر من هذا الشيء وقل علي. وبيناتنا بيناتنا السيد عيد. نعم سيدي. هذا الشيء زعما ما فيش شويه استغلال ديال الموقع ديالك
ما فيش شويه ديال الزبونيه والمحسوبيه والريع النقابي؟ لا لا لا، هذا كلام كبير. الريع النقابي ما معناه؟ ما معنى الريع؟ هنا يجب ان نحدد الريع. ما شكون اللي شرحوا لنا قال لك خدم يا تاعس للناعس؟ ايوا بهذا يمكن واحد المعنى من هذا. الريع هو الاستفاده ولا الامتيازات من شيء غير مستحق وبطرق غير قانونيه. هذا هو الريع. ماشي هذه الحاله ديالك؟ هذه ماشي هي الحاله ديالي. انا الان تنادي واحد السومه كرائيه اللي تتحددها اللجنه ماشي انا. ثانيا انا هادشي معطيني في اطار قانون وبمقتضى الاجراءات الاداريه والقانونيه المعمول بها في اسناد السكن الاداري. اذن لا علاقه له لا بريع ولا بهم حزنون. هذا وحده. ثانيا هادشي انا راه ملي بمعنى انه من 1989 اللي كان عندي سكن اداري قبل ان اكون لا برلماني ولا كاتب عام ولا رئيس فريق ولا غيرها. كنت دعيت عاوزه وباقي دعيت عليه. ولكن من هادشي اسمح لي سي، من هادشي كله قانوني وهذا الافراغ وهذا 200 مليون وهذا الحكم شنو هادشي؟ هذه لانه 2007 ولا 2008 تم تدارت واحد الاتفاقيه ما بين السيد مدير املاك المخزنيه السابق ماشي الحالي والمالك الاصلي باش يسترجعوا ليه هاد الممتلكات ديالو. وهنا السؤال الكبير، كيف يمكن اتفاقيه تحل محل حكم قضائي نهائي؟ كيف تمت الاسترجاع ديالها؟ على ان هذا ما يجب اللي خصو يجاوب عليه اللي غنبشوا فيه وخصو يجاوب عليه هو التحقيق اللي انا غنقدم شكايه بصدده للسيد وزير العدل باش نعرفوا كيف من اللي استرجع هذا السيد على اين شي كيف تسترجع هذا كي قلنا خصو يتنبش فيه. باع واحد السيد اخر مع العلم بانه في الاتفاقيه يشهد على نفسه انه لن يطالب الدوله، سياخذ هذه العقارات كما على حالها وصافي، ولن يطالب الدوله لا حالا ولا مستقبلا باي شيء. اييه واش وقع؟ طبيعه الحال من بعد هو باع لشي حد اخر لواحد الطرف ثالث. هذا الطرف الثالث في 2009 تيدير دعوه قضائيه بعد ما نقل الملكيه صبحات في ملكيته ضد من الدعوه القضائيه؟ دارها في البدايه ضد دعيد عام محمد، من بعد دارها ضد وزير الماليه السابق السي فتح الله العلو، وضد مديريه املاك الخزانيه، وضد اللي باع عليه السيد اللي باع عليه اللي هو مول الملك الاصلي. رفعت دعوه ضد هاد الاطراف باربعه وربح الدعوه. عمليا دابا ابتدائي على المستوى الابتدائي ربح الدعوه لانه كانت في الموضوع، لانه هذا الشيء كان ملف مدني امام قضاء الموضوع. قضاء الموضوع من طبيعه الحال ما كيدخلش لواحد العدد نتاع التفاصيل. السيد في سميتو اليوم العقار خصو يسترجع العقار ديالو. صدر في حقك حكم ديال 250 مليون. هذه بناء على شي خبره اللي كنطلب بها شحال السومه الكرائيه اللي تيمكنت. هاد السومه الكرائيه حسب التقرير اللي تدار 55000 درهم في الشهر. 55000 درهم ساكن فيها انت غاب 2500 درهم السيد عيد عاود فينا والريع. لا هذا لا علاقه لهادي بهذيك. هذا ماشي لان اولا هاد الخبره براسها راه تناقش. واش كاين هذاك 55000 درهم في الشهر؟ الله يهديك انت نقص شويه. واخا سي العيد ما معنى اعطيك خذ لك واحد المعطى اخر. راه هو 250 مليون سنتيم هي 40% من الثمن باش تشرات هاد الفيلا، لانه راه شاريها ب 680 مليون اليبوك. ماشي اليبوك، في 2009 راه العقار كيدير. واخا في 2009 واخا ما عليناش دابا حتى في الثمن. دابا انت في الثمن وشحال وداك الشيء ندخلوا للملايين غادي نحيروا. ولكن انت في شي تصريحات السيد عيدعه
هذا ملف قانوني، واحد شرا من عند واحد طالبك بالافراغ، انت باقي ساكن دابا ما خرجتيش. انا باقي لانه غنستانف. ثانيا انا لا تربطني اي علاقه بهذا السيد. غتبقى ساكن المهم. ياك انا لا تربطني علاقه بهذا السيد، انا علاقتي بالاداره اللي سلمتني هذا الشيء هي اللي عندي بها علاقه. دونك الاداره نهار الاداره في حالك السيد عيد عام بطبيعه الحال غنمشي في حالتي. درتي دوير الزمان بعدا عندك شي بلايص؟ لا لا ما عندي والو، غنعطيك رقم البطاقه الوطنيه ديالي الا لقيتي شي شبر خذو. فين غتسكن؟ غتكري عاوتاني؟ ايوا نكري ولا نشوف ديك الساعه. قال لك تيزيد على سميه سعيد. اه ويصوب. انا كنت قلت واحد القضيه. قال لك الا ضحك البخيل عند الكريم تبات. اه والله المهم ما خارش. نعم المهم ما خارش. كيفاش ما خارش؟ ما خارش من الفيلا دابا؟ دابا انا غنستان في الحكم. ما واش تخرج؟ لا طبيعه الحال اذا كان قرار نتاع قضائي نهائي سامتثل واحترمه، نحن في دوله الحق والقانون. مزيان هذا الحق والقانون قلتيها زوينه. ولكن شي تصريحات قريت وكنقول واش السيد عيد عا اللي قال هذا الشيء ولا غلفقوا ليه ونسبوا ليه؟ ايوا نسمعوا نقول لك. كتقول بان الملف حرك ضدك لان صوتك يزعج. ايوا غيفارا هذا صافي. لا لا ماشي غيفارا. اي هاي رئيس انا كنا غيفارات. كيفاش الصوت يزعج؟ هادشي قلتيه بعدا؟ بطبيعه الحال لانه الملف كيتحرك في هذا الظرف هذا بالضبط في هاد الوقيته، الحكم كيتسرب عشيه النطق بالحكم لواحد الجريده، كتدار هاد الحيحه كلها هي هاد الهلاله قد هكا كله، واحد الحمله اعلاميه زعما تنطرح السؤال واش هاد الملف اللي هو ملف عادي قضائي تيمكن النزاع ما بين فيه من امثاله الالاف داخل المحاكم كتدار عليه هذه الضجه هذه كلها هي، ووكاله الانباء المغرب العربي كتنشر الحكم كتعممه بزاف زعما اذن هذا الشيء ماشي بريء. علاش؟ بطبيعه الحال ماشي بريء. سيدي شكون اللي يكون حرك وشكون؟ ايوا على لحد الساعه احنا بصداد جمع المعطيات كلها هي باش حيت نصدروا شي حكم ولا نقصدوا شي جهه تكون عندنا كل الدلائل الدامغه والحجاج الثابته باش ما نقدفوا حد. ولكن راه اتهمتي في تصريحات نسبت اليك، وتاكد لي واش صحيحه ولا لا، اتهمتي حزب العداله والتنميه ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد. لا هذا ماشي صحيح، هذا ماشي صحيح. هذه لا ما اتهمتش مصطفى الرميد ابدا. شي موقع من المواقع اللي كنشر بانه دعيدعا يتهم مصطفى حزب العداله ومصطفى الرميد بيتحرك ابدا، شيء غير صحيح لانه ما عنديش الدليل بانه مصطفى الرميد ولا غير مصطفى الرميد. المعطيات اللي عندي انه احد الموظفين المحكمه الابتدائيه للدار البيضاء ينتمي لحزب العداله والتنميه هو اللي خرج هذه الوثائق. هذا المعطى. هذا المعطى انا ايضا ساتقدم بشكايه للسيد وزير العدل اللي فتح بحث قضائي كيف هذه الوثائق خرجت باش انا ذاك غيبان واش فعلا هذا الشخص او هناك اطراف اخرى اللي مخرجه هذا الشيء. شنو الجرم في تسريب وثيقه؟ يلا قلتوا الوثيقه المتعلقه بالبريمات ديال دوك الناس لا طاحت السمعه وعلقوا الموظف. وهذا شنو الجرم زعما الا الناس عرفوا بان دعيدعا متقاضي ولا مرفوع على الضو؟ اولا هناك قانون ينظم الصحافه في المغرب. هذا القانون تاع الصحافه ملي تتكون واحد القضيه معروضه على القضاء وعشيه النطق بالحكم ما تيمكنش تخرج باش ما ياثروش على باش ما يكونش تاثير على القضاء. وانت سياده القاضي كتفهم في هذا الشيء اكثر مني. بعض المرات كتفهم في هذا الشيء اكثر مني. بالتالي هذا هو. اما اليوم الحق في الولوج الى المعلومه واللي خص القانون التنظيمي ديالو ينزل ما خصو ولا مضمون دستوريين، وبالتالي ماشي لانه المشكل ماشي في المعلومه، الطريقه اللي تنشر بها الخبر. كيف تنشر الخبر؟ الخبر كيتنشر سي فتح الله والعلو اي هذاك الاشتراكي الوزير الماليه الاشتراكي فتح الله والعلو يهيب فيلا بارون المخدرات للنقاب محمد دعيدعا بصفر درهم. هالخبر بيمنا اللي سمع هادشي تيقولوا راه عطوني الفيلا
وانا ما عطوني ما عطوني حد في كارينها لك ب 50000 كارينها كاريها ماشي مشكل تاع المشكل هو كاريها عادي زعما كيف 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 يمكن اي موظف من الموظفين تاع الدوله كارين واحد العاده نعم دخلنا عليك بالله لو كان كان مثلا نفترض جدلا نقابي في الاتحاد الوطني للشغل الوطني للشغل بالمغرب نعم. عطوا السياتي من حقروا عليه شويه السلام عليكم السياتي هو اللي عنده هذه الفيلا هذه نعم ودوزها ليه السي الازمي اللي هو الوزير المنتدب المكلف بالميزانيه وسقتوا لي الخبر ما نضربوش ليه الطر السيد عيد عاد خدمنا عليه حاط عينما في مجلس المستشار لا 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 تجمع عليه تو لا 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 ليس صحيحا هذا لانه احنا ما كنضربوا الطر لحد ملي تتكون الاشياء خصها تكون موضوعيه ملي تتكون اشياء مديوره في اطار القانون الا كان المشكل في القانون شيء اما ملي تتكون مديوره في اطار القانون هذا ما علاش غتجن على شي حاجه بنت وزير السي النيابه العامه النيابه العامه قوا ساكنه في الحي الجامعي تناقشوا في البرلمان وخرجوا هذا الحي الجامعي واخا 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 والحي الجامعي مديور لمن الطلبه اللي ما عندهمش امكانيات ما بنت وزير راه يمكن يكري ليها بالتالي مع العلم بانه خص الدوله توفر السكن لجميع الطلبه باه يكون ويكون كيف ما بغى يكون انا عندي واحد السؤال بسيط جدا علاش كنمشيو كنقلبوا على الجانب المؤامراتي في لاشوز ما نقولوش هذا راجل تحيدات له في حمله معروفه ظروفها وملابساتها وكيفاش كان شرف عليها وزير الداخليه القديم تحيدات له دارو خرج شاف دولة حق القانون بغى يسترجع الدار ديالو ولا بين عليه السلام انت ساكن في الدار ديالو دون وجه حق وليك السمر الكرائيه غير ملائمه وصافي علاش حنا كنقلبوا على هذا راه شي جهه يزعجوها ما عارف كذا علاش لا اولا نحن في دوله الحق والقانون هذه ما فيهاش النقاش ما كاينش النقاش الاسترجاع هذا نقاش اخر وكيف تم الاسترجاع واش يمكن عن طريق اتفاقيه هل يمكن للاتفاقيه ان تحل محل حكم قضائي نهائي هذه علامة استفهام كبيرة إيه؟ خليها لا تجي أنا لا أحتلها بدون وجه حق اسمحني أنا أتوفر على قرار إداري من أعلى سلطة في وزارة الاقتصاد والمالية أنذاك يعني دا فتح الله والعلو قال لهم أنا ما لا لا فتح الله والعلو ورجع لا لا ورجع نكر لا 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 سمحني 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 النيابة العامة للأسف ما متابعاش راه وقيل فتح الله والعلو دابا ما متابعش لا سي العيد ما متابع عندي أنا ما كنتش متبع ملف أكثر منك ولكن وقيل فتح الله راه رجع الله لا 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 يمكن دابا نعطيك تقرا التصريح اللي دار جريدة الأخبار بعد صدور الحكم واللي قال فعلا وقعت قرار إداري وهذا قرار عادي لموظف بوزارة المالية اللي هو محمد الدعدع ومن أمثاله المئات تتكاذب وبالتالي بمعنى النيابة العامة يمكن المعطيات والمعلومات ديالها غير محيانة إذا سمحتي لي على هذا الشيء ديال المعطيات دابا أنت الصحافة أنت يعني استشهدتي بها ولكن راه عيطت لك المرة الأولى قلت لهم هذه البسالة هذا الشيء ما كاينش كاع يعني أنا اللي قلت البسالة شكون اللي قال؟ يلاه شكون اللي قال؟ وهذا الشيء اللي كتبوا الجريدة اللي اتصلت بك النهار الأول لا 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 البسالة تيقولوا به أنه السي فتح الله ملي كيوركوا عليه قال لهم هذه بسالة أما دعيدعة شو قلت لهم أنت فاش اتصلوا بك؟ قالت لهم ما يلي الملف معروض على القضاء وانا احترم استقلاليه القضاء لما يكون عند نتذكر في هذا الملف ونعطي المعطيات كلها نتاع هذا الملف هذا الشيء اللي قال دعيدا هو الملف في القضاء حنا كنناقشوه سياسيا ما كنناقشوهش قضائيا وكان ما كانش السيد عيد عام ما غنهضروش كاع في الملف لكن غنرجع لك وباش نسدوا هذه الفيلا هذه تنشوف واش غيديروا معك ما كاين بس فاش سنا لك السيد الوزير الاسبق للماليه فتح الله العلو زعما بموضوعية سنة ماشي حيتاش جديد عن نقابي سي دي تي كذا اف دي تي من بعد لا لا اما زعما داكشي ما فيهش شويه ديال الباك صاحبي لا 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 اظن لا اظن اي موظف في الماليه بنت لي فيلا شحال فيها متر تيقولوا 800 انا ما عمرني عبرت عبرت 800 متر زعما في حي راقي كذا حي عادي ماشي راقي لا حي الراقيه في الدار البيضاء راه ماشي هي ماشي هو الوزيز الله يهديك ايوا على محل على محل المهم ما كاينه لا والو ركك ركك شي شويه السيد القاضي كنغرق لك الشقف لا غتغرق لي ما دويتيش مع السي فتح الله العلو من بعد فاش ناض هاد الضجه لا لا ما دويتش معاه مع الوزير شكون الوزير فيهم وزير العدل
لا ما دويتش مع الوزير العادل. لا دعيد علي ليس من النوع اللي غيدوي مع شي حد ولا انا ما انا لا استجدي احدا ولا اطلب منه ولا صدقه. والو غاتهنا ودا سيدي القاضي. اش كيزعج في الصوت ديالك زعما كاع شكون انت؟ والله العظيم هذا هو دابا قلتي شي واحد شي بعضين كيزعجوا من الصوت ديالي. اش في ميزعج؟ واحد المسؤول في الدوله بلا ما نقول سميتو ملي لقاني وقع هذا الشيء قال لي اش هذا الهضره اللي منوضين عليك؟ قلت له ونسولك انت؟ قال لي والله العظيم قال لي شكون؟ قال لي قاعد عيد. قال لي راجل بسيط قال لي هذا الصداع منوضين عليك. قلت له انت تشوف هذا عبد الله بن كيران هذا؟ لا ماشي عبد الله بن كيران. شنو قال لك عبد الله بن كيران تلاقيته في الجلسه الاخيره؟ ملي تلاقينا في الجلسه الاخيره السي عبد الله بن كيران قال لي انا راه الموضوع نتاع الفيلا السيد وزير الماليه السي نزار بركه راه قال لي الحقيقه نتاعها انت مظلوم الاداره اللي خصها تحمل المسؤوليه. هذا سكوب. واش قلتي ليه انت السيد عيد هذا خلنا عليك والله اش قلتي ليه؟ انا قلت ليه طاحت السمعه لقوا الحجام. حيت ما جبتي لي بن كيران هو مزيان هذه القضيه يعني. انت من القلائل اللي كيجبدك بالاسم. نعم سيدي. فاش كيكون في الجلسه كيقول لك وا السيد عيد وا السيد عيد. شنو السر ديال هذا؟ هو سولو هو. اي سولو هو. اي واش غنقول لك؟ عيط لي جيبوا شي مره لهذا القفص الاتهام. فينا هو. هو على هو. عيط لي وسولو هو اللي غيجاوبك. بيناتنا الاحترام والتقدير المتبادل. كتركب ليه السكر اسيدي اله. نعم؟ كتركب فيه السكر. ها انت وليتي تقول على شيء ما يزعج انت وليتي تقول تركب السكر. كتركب ليه السكر. ايوا سيدي انت غنركب لك السكر هذا النهار. يلاه على ذكر هذه القضيه شفنا في البرلمان في هذه الجلسه في هذا الاسبوع شفنا الوفاء وزير التعليم كيقول لواحد المستشار معك هذاك اللي عطاك هذاك الارقام راه مغرض وكاع المشاهدين شافوا الصبع الوفاء كيتوجه لك انت ما عرفتش. لا 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 كيقصد شي حد اخر. لا بطبيعه الحال كان تيشيرنا لان احنا الفريق كيشيرنا الجميع علينا شر لي انا ولا لغيري نحن الفريق حيت المراكشيين بيناتهم كيعرفوا نحن الفريق الفيدرالي على ان السي الوفاة يقول بان الارقام اللي عطينا احنا ماشي هي صحيحه والارقام اللي عطاه هو هي الارقام الصحيحه والرسميه بما انه هو الذي يمتلك الحقيقه ونحن لا نمتلك اي شيء وهذه هي طبيعه الحكومات للاسف. السيد عيدعا. نعم السيد. انا كان فاش كيكونوا الجلسات فاش كيكونوا الجلسات ديال الغرفه الثانيه كيبان لي شادين الركينه تا السي عبد الملك وواحد العفاريت مع بعضياتكم تما. ياك ما حنا اللي تيقصد السي بن كيران حنا هما العفاريت. الله اعلم انه كان وانتم هما التماسيح. عمرك شي تيمسح قرع. ايوا كاينين لا تيكونوا طب كاينش تيمسح الطب هذاك اللي تيبدا تيتزلق. الله يغفر لك. اش من سياسه خدامين مع بن كيران السيد عيد؟ سياسه نتاع البارده البارده ديك البارده. لا سياسه نتاع الوضوح نتاع تنقوم بالعمل ديالنا الرقابي بكل موضوعيه لما الحكومه تجيب بعض الاشياء اللي تنشوفوا فيها مصلحه نتاعت البلاد ونتاعت الشعب ونتاعت الطبقه العامله بالخصوص كنكونوا معاها لما اشياء كتبان لنا تنعبروا على راينا بكل موضوعيه ننتقد لما يكون الانتقاد ضروري ناتي نقارع الحجه بالحجه ملي تتكون المسائل وايضا نتعاطى بايجابيه ملي تتكون بعض القوانين. عمركم قلتوها زوينه السي؟ لا دائما تنقولوها زوينه. ما درتوش ما درتوش تشيطنون الحكومه بشكل غير مسبوق السي عيد. لا اللي كيسمع عيد يقول حقا غنخرج نلقى الخبز ما بقاش في الحانوت. لطيفه لطيفه والله العلي العظيم ودي السي عيد ما تسني حلف. انهاك الله انهاك الله السي القاضي. كيفاش لي لا لاعبين لا شي لاعب داك من جهه المستشارين ماشي شكل داير. شوف تسودون السيد القاضي احنا لا نسود بالعكس نحن نزرع الامال. الله ربي هذا غير الامال ياك نزرع الامال ونطمح ان تكون الديمقراطيه حقيقيه في هذه البلاد ان يعيش المواطنين الكرامه ديالهم وخا. كل ما تعنيه هذه الكلمه من طبيعي بحال ماشي كل الديمقراطيين في هذه البلاد وهذه المساله ما يمكن تنزعها على حتى شي حد الا نزعها على راسه الا به العكس احنا ما لا نملك الحقيقه المطلقه لسنا احنا والملائكه وهم الشياطين
هذا المنطق حنا خارجه، حنا ما كنتعاملوش بمنطق حنا تعامل اليوم بمنطق الأرقام، بمنطق التحليل الاقتصادي العلمي. اليوم معدل النمو والرفع من معدل النمو هو اللي غيجيب خلق مناصب الشغل. باش يترفع من معدل النمو خاص استقطاب نتاع الاستثمارات سواء الداخليه او الاجنبيه، باش يكون الاستثمارات ويجيو خاص يكون الاستقرار في البلاد الاجتماعي والسياسي ويكون الاستقلال نتاع القضاء وتكون العداله. هادشي متكامل راه خدامين في هادشي وا سيدي، حتى حنا راه خدامين معاهم، ما كاين مشكل، حتى حنا دافعين الكروسه، نتمنوا توصل. لا لا ديما كنقولوا هذيك كديروا العصا في الرويضه كتبقاو تحكروا السيدي العصا العصا لا تنحكروا بطبيعه الحال بزاف. لا بدا خصك تحكر والراجل مسكين السيد القاضي. السيد القاضي اليوم الا ما حكرناش الا ما دفعناش الحكومه تمشي بسرعه اكبر، لان اضعنا الكثير من الزمان والتاريخ ما واقفش ما تيتسناناش، وكل ما تاخرنا كل ما تعطلنا في واحد العدد نتاع الاصلاحات اللي هي مهيكله المغرب غيرجع للور ما غيزيدش لقدام. شوف اليوم شحال النفقات اللي كنخسروا على المستوى الاجتماعي، تعلق الامر بالتعليم بالصحه وغيرها من المجالات الاجتماعيه، ولكن من المردوديه النجاعه نتاع هذا الشيء على مستوى مؤشرات التنميه البشريه ما تنكونوا كنا 120 طلعنا ل 128 129 احنا في الحكومه هي المسؤوله على هذا الشيء. ماشي غير الحكومه، وضع متكامل، الحكومه هي جزء، ولكن تتقول بانه اليوم الا تاخرنا في واحد العدد نتاع الاصلاحات راه ما غنجيوش. نعطيك نموذج، خذ الاستثمارات العموميه. اييه شحال اليوم نتاع الاستثمارات العموميه اللي بمعنى مجهود هاد واحد 7 سنين الاخرى الملايير طبعا ياك اخر في 2012 188 مليار نتاع الاستثمارات العموميه. اييه ولكن قول لي شنو الواقع ديالها اليوم على مستوى النمو، على مستوى التشغيل، على مستوى القيمة المضافة. شحال المقاولات المغربية اليوم اللي كتستفد من هذا الشيء؟ كتلقى بأنه للأسف خيرنا كنعطيه لغيرنا كيسبق لنا، قلنا لهم جزء من هذه الاستثمارات العمومية اليوم كنجيبوا شركات أجنبية اللي هي اللي كتستفد منها، وتحويل قائم فائض القيمة الخارج، وبالتالي ما كتخلق لنا مناصب شغل، ما كتخلق لنا نمو، ما كتخلق لنا واحد العدد. وانتم النقابات الله يسمح لكم ما اللهم امين ما كتحنوا شايف الوطن السي لا لا عيدة. عندنا الكبده على الوطن، ماشي غير كنحنوا فيه، عندنا الكبده، عندنا الكبده على الوطن، عندنا الكبده على الوطن. وكاين اضراب في اضراب في اضراب في اضراب في اضراب، ونهار قالوا نديروا الاقتطاع لا حق هذا الشيء ماشي قانوني، واش ماشي منكر هذا الشيء اللي كديروا؟ خلصونا على الاضراب، خلصونا، جلسوا وخلصونا. الناس بكري كانوا يناضلوا يدخلوا للحبس، دابا الاقتطاع هذا النهار ما كتبغيو شيء. واخا سيدي هذا الشيء، مرحبا، هذا الشيء توا نديروه في اطاره باش يتقاد. اييه ياك مساله نتاع الاضراب، النسبة نتاع الإضرابات اللي تقريبا تتوصل ل 66% السبب ديالها هو عدم احترام القانون سواء من طرف المشغل أو من طرف الدولة، وبالتالي الطبقة العاملة بريئة، جزء النقابة ما كتعسف ما كت دابا قلت لك 66% واخ، بمعنى 44 باقية يمكن يكونوا فيها نقابيين مفلسين، راه ماشي كلهم النقابيين مزيانين، كاينين مفلسين مي بيان سير، كاينين مفلسين، كاين الطوب والحجر في كل شيء، في البشر، هذا البشر. كاين نقابيين اللي للاسف كيعرف غير هذه الاضراب يزبلها. شاهد المثال، لا ما جا واقع، هذا واقع، لانه خصنا قلنا ما نتكلموش لغه الخشب، لا ما كاينش، نقولوا الصراحه. ما انا تنقول الصراحه كما هي، باش ما لله لله وما لي قيصر لقيصر. كاينين نقابيين مفلسين بطبيعة الحال، كاينين نقابيين مفلسين، كيف كاينين مسؤولين مفلسين، كيف كاينين صحفيين مفلسين، لا حول ولا قوة الا بالله، زعما كاين في كل شيء هادشي معاه ياك. بالتالي بالتالي اليوم تتقول بانه كاين واحد قانون تاع الاضراب وكاين القانون تاع النقابات، يواجهوا التذكروا عليه، وحيت فيه غنتفقوا وغنقولوا بانه راه الا تدار الاضراب راه كاين الاقتطاع، بمعنى انه كنديروا ديك المعادله الاجر مقابل العمل، حيت كنديروا هذا الشيء ما كاين مشكل ديك الساعات، العيب والعار الا قال شي حد علاش درتوا الاقتطاع، والناس ديك الساعات سواء في الوظيفه العموميه او لا في الشبه العمومي
أو حتى في القطاع الخاص كيعرف نهار يبغي يدير الإضراب. إلا كان الإضراب هو آخر، إلا كان الدواء هو الكي هو آخر الدواء، لأنه أيضا الإضراب النقابة المسؤولة راه ما تلتجئ إليه إلا من بعد ما كيتسد كل المنافذ، ما كيبقى عندها خيار إلا تدير الإضراب من أجل حمل المسؤولين على الاستجابة لواحد العدد نتاع المطالب اللي تتكون أحيانا عادلة ومعقولة. ولذلك تيكون اللجوء الإضراب هو آخر الدواء. اليوم ما معنى أنه ملي تتمشي الحكومة تبدأ تدير لك الاقتطاعات، بمعنى ذلك السلاح الوحيد اللي عندك اليوم، لأنه الحوارات احنا تنشوفوها حوارات نتاع الصالونات، حوارات غير منتجة كانت تلاقاو، ولكن النتيجة نتاع هذه الحوارات لما نتفق، وحتى ملي تنتفقوا على شي حاجة كنخرجوا الحكومة لا تنفذ. كاين وضعيه صعيبه في البلاد السيد عيدا، ملي تزيد في الاجور وبغيتي هذه لا من غير تحد اليوم تيقول زياده في الاجور. انا الا خيروني اليوم بين واش يزيدوا في الاجر ولا يخلقوا مناصب شغل، غنقول لهم خلقوا مناصب الشغل. هذوك العاطلين اللي اليوم قنبله موقوته في البلاد، لا سيدي خدم غير هذوك، انا لا تزيدنيش. ملي كيتحول الاضراب لاداه المزايده السياسيه السيد عيدا، هذا للاسف. اولا هذا ما بقاش، هذا كان واحد الوقيته، وما دابا ما بقاش هذا الاضراب للمزايده السياسيه. حنا كنشوفوا مثلا قطاع العدل كتشوف شي وقع بكا ومصطفى الرامي الى سمحتوا قطاع العدل ايضا. واش بكيتوا هذا السيد عيدا ولا لا؟ بكيتوا السي الرامي ولا لا؟ والله الا بكاو، والله الا بكاو، خاش والله الا بكاو تتبكي هو بكي معاه. لا الا سمحتوا واش عرفتي معنى وزير يبكي؟ لا الا سمحتوا، هذا وزير العدل والحريه على قطاع كيدير. عافاك الوزير هو انسان، والانسان لما احيانا تيحس مغلوب على امره، مغلوب على امره، واش مظلوم ولا مغلوب على امره. احنا كنا درنا مبادره الفريق الفيدرالي، وكنت مشيت انا شخصيا وتلقيت انا ومجموعه من الاخوان ديالنا مع السي مصطفى الرميد باش نلقاو شي حل في ما بين النقابه الديمقراطيه للعدل والسيد وزير العدل والحريات. وتذكرنا بصراحه السي مصطفى الرميد هذا طبع بشري، انسان عنيد، انا قلتها ليه وكنقولها ليه، راسو قاصح عنيد طبعه، هكا دير. الإخوان ديالنا أيضا أحيانا مصرين، لقينا شنو الخلاف؟ الخلاف هو تيقول لك حنا راه درنا واحد الاتفاق بيناتنا، وإلا كان الحوار هما خصهم يراسلوني ويكتبوا لي باش ندير الحوار، أنا ما غنستدعيهمش باش نتلاقى معاهم. ملي سولنا الإخوان ديالنا قال لك حنا راسلناه وعندنا مراسلة، وفعلا لقينا المراسلة وبالطابع نتاع مكتب الضبط بأنه توصل بها السي مصطفى الرميد. إذن بمعنى آخر قلنا ودي راه كاين شي طرف ثالث بيناتكم اللي بغى يخلق هذا الجو نتاع للأسف هو كان التزم معنا آنذاك بأنه مستعد يجي لعند الإخوان ديالنا نتاع المكتب المركزي، ويجيو الإخوان نتاع المكتب الوطني نتاع النقابة الديمقراطية للعدل ويتلاقاو وأمامهم. قال لك الا كنت انا غلط قولوها لي، والا كانوا هما غلطين قولوها لهم. أيه. وكنا على اساس انه غنديروا هذا اللقاء. للاسف كانت ايضا اللقاء اللي كان يمكن في افران، مشاو الاخوان، وقع ما وقع، هجموا على الراجل. لا واش هجموا على الراجل ولا هجموا عليهم، راه كاين اللي مشى فيهم للسبيطار، كاين ثاني باش ولكن هذا الشيء ماشي النيابه العامه الله يخليك بدات تبع. انا سولتك واش هجموا على الراجل؟ قلتي هجموا، كان واحد العالم السيفان في الاخر، هجموا على الراجل؟ هجموا على الراجل، لا ما هجموش على الراجل. كانوا مشاو دايرين وقفه احتجاجيه امام المكان اللي كان غيتنعقد فيه المناظره في اطار الحوار الان الوطني نتاع اصلاح منظومه العداله. وقع عليهم هجوم، تضربوا الامن، ضربهم، تعقدت الامور. للاسف اليوم خص الجامع يرجع للعقل ديالو وللحكمه. وكنا وانا داك كنت قلت للسي مصطفى الرميد اليوم عندك مهمه اللي كبيره اللي هي اصلاح منظومه العداله. لا يمكن اصلاح منظومه العداله بدون الموارد البشريه وبدون العاملين بقطاع العداله. ولكن ملي كيوصل القضيه فيها البراد فيها صعيبه. وبالتالي داك الشيء باش الناس خصها ترجع للحكمه والعقل. السيد عيد هذا هو دورك. اليوم السي مصطفى الرميد تيخرج بالغ، لانه
واحد الفرع من الفروع نتاع النقابه تيقول بانه هو اهانه، واليوم نقطع انا الحوار كاع واللقاء. هذا ماشي حل. ولكن الكلمه اللي استعملت راه خايبه بزاف. يمكن ما عنديش انا التفاصيل الدقيقه نتاع هذا الشيء، ولكن ما يمكنش نسمحوا الاختلاف. نعم، ولكن يجب ان يكون في اطار الاحترام المتبادل. العمل النقابي مبني على واحد المساله اساسيه، هو الثقه ما بين الطرفين، اما لك المسؤول النقابي او المسؤول الحكومي. ولما تكون هذه الثقه واحد العدد من القضايا كتلقى ليها الحل. وهذا نموذج نتاع العمل اللي دايرينه حنا في قطاع الماليه اليوم، الثقه المتبادله بيننا وبين المسؤولين. واحد دايره العاقه تما البريمير، لا ما كاين لا العاقه والو، لا ما كاين لا العاقه لا والو. والله العاقه كتحل المشاكل اسيد القاضي. ما كاين لا العاقه لا والو. اليوم كل القضايا اللي كنقوموا بها اخرها مؤسسات الاعمال الاجتماعيه لوزاره الاقتصاد والماليه اللي تتعبطوا عندهم، ولكن قال لك جزروا مع شي باللفت. الناس نتاع الماليه اليوم الاعمال الاجتماعيه نتاعهم كانت من اضعف جمعيه الاعمال الاجتماعيه. كتاخذوا الليكيد؟ ما كناخذوش الليكيد اسباس. ما كناخذوش الليكيد، راه هذا الشيء غير مبالغ فيه. خذ بعدا واحد القضيه السيد القاضي، جميع وزاره الماليه في العالم عندهم هذيك العلاوات او اللي بريم اللي تتكون سيمستريال ياك. لاش واحد المساله اساسيه. هادو موظفين يتعاملون مع المال العام، يجب ان يكون لهم الكفاف والعفاف والغنى عن الناس، باش ديك الساعات الا لقيت شي حد اللي كيمد يديه لهاد الجهه ولا كيتلعب في المسائل تاعو نقطع عليها السيد القاضي. لا لا محمد رسول. واخا السيد عيدعا. نعم. ذكرتي لنا مجلس المستشارين، نقول لك نتذكروا عليه، انت كنتي من الناس، وانت راه في الحقيقه تلقب بصعصع مجلس المستشارين. كاع اي 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 صعصع مجلس المستشارين. في عينكم وانت صعصع راديو ميد. واحد النهار درتي واحد المداخله حقيقه غريبه وعجيبه، هضرتي على الزياده في ثمن الجوعه. نعم سيدي. قلتي هذا الشيء غيأثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، واش هذه جرأة؟ بغيتي تقلي السم لشي بعضين؟ لا، مسألة بسيطة. اليوم أنا ملي كنشوف الإحصائيات شحال كيتشرب نتاع الجوعة، وشحال كيتشرب نتاع النبيذ الأحمر، وشحال كيتشرب نتاع الويسكي، وشحال هذاك الشيء، كنلقى الأطنان. شكون اللي كيستهلك هذا الشيء؟ غير المسلمين. شكون اللي تيسال شحال كاينين هاد غير المسلمين في البلاد؟ بمعنى المغاربه راه كاين اللي حتى تيصلي العشاء تيمشي. بالتالي بمعنى انه هناك فئه واسعه من المواطنين اللي كيتناولوا هاد الزياده فيها، هي مسؤول بالقدره الشرائيه. اللهم انا هذا منكم عشان نوليو ندافعوا على الحرام. ماشي الحرام، هذا ماشي حرام. الا كان حرام الدوله خصها تكون واضحه، الا كان حرام خصها تمنعه ما يبقاش يتبع. صافي. اليوم شحال المداخل اللي كاينه؟ راه في اخر في 2012 اكثر من 12 مليار درهم على الجوعه فقط كمداخل للدوله. غير البرة. غير البرة. بالتالي اليوم اذا كانت حرام، صندوق التماسك الاجتماعي الشريف ياك منو تدار بانه جزء منه غيمول اليوم هذا البرنامج الاجتماعي وفي عهد هذه الحكومه الحاليه. وبالتالي عفاكم دابا كاين وضوح. ملي تنمشيو للمنطق الاقتصادي كنخرجوا من منطق الحلال والحرام. مزيان. المنطق الاقتصادي عنده منطق اخر. اليوم كاينه واحد الماده معينه كتدخل موارد كبيره كيستهلكوها الناس. سيدي عيد ضربات النفس على المغاربه قال لهم واك واك عباد الله. لانه تنشوف القدره الشرائيه ما بقى خبز، ما بقى دقيق، ما بقى طماطيشه. الشريف راه غتكون على حساب الخبز والدقيق وماطيشه. علاش؟ ايوا لانه هذاك خصو راه عنده واحد النسبه معينه اللي تبلى، راه البليه صعيبه راك عارف زعما السيد القاضي. قلت لك راك صعصع. دابا شويه الفهم البسيط. دابا الحكومه الملتحيه اللي كتسميها الصحافه الملتحيه معتمده على هاد العائلات اللي قلتي انت ديال البيره كامله باش تتقاد الامور ديالها. لا ماشي معتمده على هاد العائلات ديال البيره. ما تقولش اشرح لنا بشويه. ما تقوليش حاجه اللي ما قلتش عفاك. انت اللي فهمت زعما. قلت لك جزء من تمويل في السنه المنصرمه من تمويل صندوق التماسك الاجتماعي
هو الزياده اللي كانت في هذا الشيء نتاع الجوعه، هو الزياده اللي كانت في السجائر في التبخ على هيل، بالاضافه من طبيعه الحال الضريبه اللي كانت تدرت على الشركات. هاد السنه لتمويل هذا الصندوق، لتمويل هذا الصندوق تداروا جوج الاجراءات، الضريبه على الدخل للفئه اللي من 25000 ولا 26000 دابا طلعنا 26000 درهم، والضريبه على الشركات اللي كتربح واحد القدر معين لتمويلات ولمده 3 سنوات. معنى انه من هذه الحكومه اليوم راه كتدبر زمانها السياسي، من هنا 3 سنوات منين غنعاودوا نمولوا هذا الشيء؟ يحل الله يحل الله. بمعنى انه ايضا ومن هنا تنقولوا لهم راه ما عندكمش رؤيه استراتيجيه. اليوم لانه هذا 8 مليون ونص اللي غنمولوا منها برنامج تيسير في التعليم، وغنمولوا منها الراميد الى غير ذلك، بمعنى هذه الحاجيات نتاع هاد الناس راه غتبقى مستمره، راه ماشي غادي واحد القضيه الله يعطيك الخير. اذن علاش تنديروا غير 3 سنين ملي طرحنا مساله هيكليه، لانه ملي تنديروا اقتراحات في هذا الشيء هيكليه، الضريبه على الثروه، واللي حزبين اليوم في الائتلاف الحكومي طرحوها في البرنامج ديالهم الانتخابي، تيقول لك لا لا هذا الشيء خصها الدراسات، وهذا الشيء غيدير تهريب الاموال وواحد تاع. تنقول لهم ثبتوا معنا. اليوم جزء من عدم المصداقيه نتاع العمل السياسي في البلاد، واللي عاطينا اليوم واحد العزوف نتاع واحد الفئه كبيره اللي كنقولوا ما كنديروا نتاع، هو ملي كنجيبوا البرامج الانتخابيه وكنعطيو للناس وعود، ملي كنطلعوا ملي كنطلعوا كنقولوا دير الغلط، كاين الاكراهات، هذا منطق الاكراهات الذي يدبر الشان العام وكيمارس السياسه وكيجيب واحد البرنامج تيكون عارف الاكراهات، ماشي عاد تيجي يقول لي راه كاين الاكراهات. باي واحد القضيه شرحها لي السيد علي الله يعطيك الخير. تدبير الشان العام كيخصو يكون في المسؤوليه. الفاينانشال تايمز بجلاله قدرها كتختار وزير الماليه ديالنا افضل وزير الماليه في الشرق الاوسط. انت كتقول هاد الناس كيدبروا منا 3 سنين زمنهم السياسي. واش هادوك ما تيفهموش في الاقتصاد؟ انتم كتفهموا اكثر منهم ولا انتم ما كتفهموش ما كيفهموا؟ شرحوا لنا الله يحفظك. شنو الفاينانشال تايمز؟ على ايه؟ اولا ماشي غير راك، حتى وزير الماليه السابق راه كانوا قالوا احسن وزير، احسن وزير، احسن وزير، ايه ماشي سميتو واسي مزوار وسي مزوار بجوجهم كلهم ديما حنا الاولين. انه كاين ياك لواحد المساله اخرى هي الاصلاحات اليوم اللي كتعرفها الماليه العموميه، فرق بين التدبير الاقتصادي والاصلاحات اليوم اللي تتعرفها الماليه العموميه، والتطبيق نتاع واحد العدد نتاع التوصيات نتاع المؤسسات المالية الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي اللي كيجي كيملي علينا واحد المجموعة المسائل، واحد العدد نتاع الإجراءات. هضرة الاتحاد الاشتراكي هذه يا السيد عيدها، هذه هضرة نتاع الناس اللي اليوم تيديروا التحليل الموضوعي، ما كاين لا الاتحاد الاشتراكي ولا التقدم الاشتراكية ولا الحزب الاشتراكي الموحد الذي أنتمي إليه. بالتالي بالتالي على ما حال انت السيد القاضي، انت اللي جبتيني، انت اللي عطيتينا البيلانتي، خصني نماركي عليك اش طبعا. بالتالي انه اليوم الاصلاحات اللي كتعرفها الماليه العموميه اصلاحات عميقه كبيره، الشيء اللي كتخلي فعلا انه الوزراء ديال الماليه اليوم التدبير الشفاف نتاع الماليه العموميه، واللي باقي ان شاء الله مع القانون التنظيمي اللي غيجي للماليه غيولي بمعنى انه تدبير الماليه العموميه بطريقه حديثه عصريه شفافه، اللي غتخلي تتخلينا اليوم واحد المجموعه من المؤسسات الدوليه كتعطينا نقاط كتخلينا، ولكن الا عطتنا الوزير الماليه الاقتصاد الوطني ديالنا راه هابط بالنسبه للتصنيف العالمي كاقتصاد كمنظومه، ويجب ان نفرق ما بين التنقيط اللي تيكون للشخص والمنظومه. احنا اليوم ننتقد المنظومه بكاملها وليس الاشخاص. السي بركه هو ولد الماليه، ولد وزاره الماليه، له تجربه، له خبره، له كفاءه. اليوم راه نتمنوا له التوفيق في هذا المسار ديالو. ايضا حتى هو ولد الوزاره،
يعمل بتناغم وتنسيق تام ما بينه وما بين السي نزار بركه، وايضا له كفاءه وقدره والخبره، لانه ولد الوزاره، ولد وزاره الماليه. اليوم غتقول لي راه كندافع ثاني على وداك الغرفه ديال الوزاره، داك الغرفه الثانيه، داك الغرفه الثانيه زعما ما كتبانش، غير مضيعه للوقت، وانت كنتي من الناس الذين راسلوا الجهات العليا باش تبقى هذه الغرفه في ظل الدستور الجديد. لا 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 لا، اولا انتو خايفين على الغرفه والبريكولات ديالكم يمشيو. السيد عيدا، اولا صحح السيد الصحافه ومن فيتيش السيد قاضي، كتب على لسانك في الصحافه ولم تنفي. لا 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 لا، عفاك نصحح. اولا لم اراسل لا جهات عليا ولا دنيا، اييه هذا ما كاينش، ماشي صحيح. هالولا الثانيه، لما كان النقاش نتاع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وانا ذاك كان بانه النقابات غتبقاش غتمشي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، انا ذاك قلنا بانه النقابات لها دور داخل مجلس المستشارين ويجب الحفاظ عليها داخل مجلس المستشارين. لا ما خفناش على بلايصنا، لا لا ما لا لا، 36 ألف درهم، 36 ألف درهم. صحح السيد، صحح السيد القاضي المعلومات ديالك، حيت راه زادوكم وقيلة. لا لا ما زادوكم انتم، ما احنا ما زادونا والو. بالتالي انا ذاك الدور اللي كيلعبوه اليوم النقابات داخل مجلس المستشارين دور اساسي، ما خايفينش على بلايصنا. احنا هذا التعويض لسنا بحاجه اليه، زعما يمكن وديروا فابور هادشي، ما كاين مشكل. من عضو الى حيت ديك الميزانيه، والله يحيدوا التعويضات، هاد التعويضات الماليه، واللي عنده شي وظيفه يبقى كيتلقى الاجر ديالو نتاع الوظيفه اللي كانت عنده. هذه فكره مزيانه هالاولى، ويخلقوا ما عندنا مشكل نقترحوه، ما ماشي هنا المشكل. على راه قال لك القاعده في الراس والخساره في الكراس، على بقات تقترحوا الله يديك بسرعه. السيد عيدعا علينا، بالتالي انه انا ذاك قلنا الدور اللي كيلعبوه النقابات دور اساسي ومهم، واليوم راه يمكن تلاحظوه، الا كاين شي حد اليوم لعب دور كبير في مجلس المستشارين راه هما النقابات. شنو هو الدور؟ شنو هو الدور في المغرب؟ ما شايفينوش في نعم، ان المغرب ما شايفينوش. الدور هو تركيب السكر الحكومه، هذا ربما السيد جي عنده من نهار الجمعه، والصحفيين بحالكم هما خارجين ليه. والسيد عيدعا واشرح لي هذه اللعيبه هذه كي درتي. بالتالي ما كاينش ماشي الدور، خصكم تبداو تحضروا النقاش اللي تيكون اثناء المشاريع القوانين في اللجان، ماشي غير الجلسه العامه اللي كتنقل وكيتنقل فيها البعض، اثناء النقاش نتاع القانون. النقاشات كتبداو كتقولوا ما نحكوش على الدبره، ما نحكوش على الدبره، كتخليوها. لا كلها هذه بوحدها، هذه بوحدها، ما نحكوش على الدبره، كان في واحد الميزانيه معينه اللي معروفه، بالتالي ما تحكش انت على الدبره، ولا بغيتي نهضروا فيها نهضروا فيها. ما بقاش الوقت اما نهضروا فيها. ما كاين مشكل. السيد عيدعا، قبل ما نمشي لك واحد ثلاثه الاسماء باش تعطيني رايك فيهم او توجه لهم رسائل الا بغيتي، بغيت نعرف واحد في الجلسه ما قبل الاخيره فاش قررتوا الانسحاب من جلسات الغرفه الثانيه، وكانت تما السي بكيران ديك الساعه. الجلسه الشهريه. اييه، ودرتي واحد المرافعه وساليتيها بها السلام عليكم. نعم. واش خرجت هكاك ولا كنتي مبلانيها ولا درتي بحال من كيران؟ نعم. كي درتي لي هذيك السلام عليكم؟ بمعنى عاود علينا عاود علينا. السلام عليكم، كي درتي؟ خرجت هكاك؟ كنا قلنا مسألة أساسية، هل تريدننا أن نبكي بدموع فوسفورية حتى يعلم هذا الشعب المغربي كم نحب هذا الوطن؟ وكم تعاني الطبقة العاملة من ويلات في زمن الحكومة الحالية. أستيها السلام عليكم. لا لا، زدنا قلنا ليه، قلنا ليه بيناتنا ساحة النضال، خصكم تقرأوا الرسالة وتقرأوها بشكل صحيح، ولا ساحة النضال والسلام عليكم، لأنه السلام عليكم فيها أيضا رسالة نتاع السلم، راه حنا ما دايرينش الحرب بيناتنا. واخا والله الا تيقناك. لا ما بقاش تيقني بلعب بسرعه يعطيك الربح. هذيك النهار قلتي غننزلوا الشارع نحركوا الشارع، واش كنتي كتقصدها ولا خرجت هكا هي فوره الحماس وصافي؟ كيفاش غننزلوا الشارع؟ الشارع غننزلوا الشارع غنما، ما قلناش هذا الشيء. لا قلتي قلتي. لا ما قلتش. انت كتنسى السيد عيد. لا ما كننسى والو. لا 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 عفاك، لا ما قلناش احنا ما كنديروش بحال كي تيديروا الناس الاخرين شي بعضين، ساعه ساعه تيقول لك وراه الشارع بيناتنا. السيد عيد. الشارع الشارع حد ما تيتحكم فيه، ونهار بينزل تينزل لراسو، ما غينزلو حد. وتنتمناو انه ما ننزلوش للشارع. السيد عيد، ان عن طريق الحوار الحضري
نحلوا المشاكل ديالنا وقادرين على هذه المساله هذه. سيدي عيدها ثلاثه تسميات غتقول لي رايك بشكل سريع. نبيل الاموي الله يشافيه ورجل اعطى الكثير للطبقه العامله. ادريس الشقر. ادريس الشقر تنتمنى ليه التوفيق في المهام ديالو وان يقود الاتحاد الى الامجاد ديالو. نبيله منيب. نبيله منيب رفيقه عزيزه اتمنى لها التوفيق في قياده الحزب الاشتراكي الموحد. شكرا لك سيدي عيد. نغلقوا المحضر والحكم للمستمعين ماشي احنا اللي كنصدروا الحكم. كاين مشكل تانا قبل الحكم المستمعين. شكرا المختار الغزيوي سيدي عيد. شكرا كريم نيتسي. شكرا صابر فوندا. رفعت الجلسه.